الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور. درر يا أم حمود، إيش فيك يبا؟ قولها بقوة أكثر. رأيك بالعجرة هذه؟ معطيني إياها واحد من ربع بالجهرة. يوسف اللي عافيك، عطنا نطارة الشاي. يبا هي خاف صدقتني أبو عبود، يبا كله تمثيل، ها لا تحطيني ببالك. إيش دعوة يا حافظ، ما قلنا شيء. ها إيش رأيك بعباتي؟ ستايل بصراحة وايد على مودة. السلام، هلا حبيبي. حافظ دورك ولا بتقعدنا للفير كالعادة؟ ولي أنا مو بطة. لا مو كذي، أقوى. أنا مو بطة. أنت كذي أوكي. فروها كم مبره الوري القوي يا عم راجل طلع فين يا عم؟ استوديو على الهواء دلوقتي. بس بابا لا يسوي قرقر وازد ولا مشاهدين الأعزاء من الصغار والكبار في هذه الحلقة الخاصة من الفيلم السينمائي المسلسل الكرتوني الروائي. نتلقى اتصالات المشاهدين. الناس تقصد لي يا بدلتين يا الظالمة بدياتش بالكيلو. بالله هذه شكل مذيعة، هذه عطيات، استحالة ويهج عطيات. انت شلون تقول لي انت تروح بحرين وانت رايح نيويورك؟ ها تكلم والله انت شلع. لحظة قبل لا تمدين ايدك انا اقولك السالفة. لحظة وياي. قول على قولة المثل المالديفي، اللي ما يطول بيدك طول بريولك. يلا قول تحج. ماكو فايدة. ايه عاد اقول لك، انا رحت المطار حسب الموعد اللي خابرته على طيران الكونغا فونغا هونغا، ولا العالم اللي حط راسه تب ماي، واللي ساحب وراه تمساح، واللي بغى ياكلهم، والجماجم منثرة بكل صوب، هذاك ساحب وراه اسد وزعلان ليش مو حاطين كرسية يم، والزنبارك يشغلون ما تشتغل الزنبارك. احترقت الطيارة، يانا الطيار وبالبوق وينادي باللاسلكي، الدهن منقط على المكاين، لا الكارتير ملعوزن بالفك، يا بولنا المنطاد صالح. قصدي طيارة ثانية يعني، اقول لك واحنا على الرنوي صفطنا. استنوا عالوا بشار الشر. منى امرشة اول ما وصلت بنت الحلال راحت مع الجماعة عشان تبدي عمليات الاصلاح وتحل مشاكل الديرة. شفتي وشلون الشعب يحب الشبنت مرشة؟ وانا احبهم بعد، بس ليش اسوري ترس الشارع؟ هذه الخطة سويناها مع وزارة الداخلية يا خالتي امرشة. وزارة الداخلية؟ اي نسبة الحوادث كمالها وتزيد بالكويت. قلنا لهم يباي اخذوا كاميراتكم ونقعوها وشربوا مايها. والله عندنا حل اسهل واسرع. شلون؟ شوفي السيارات كلها قاعد تمشي حسب السرعة القانونية عشان تلحق تشوف صورج في دعيتج. أول مرة يمر يوم على الكويت ما في حوادث. هذا كله من بركاتك يا بنت مرشة، الله يجزاك خير. اي والله خالتي ما قصرتي. حاضرين ولو، بس الحين وين رايحين إن شاء الله؟ الحين بنسوي إصلاحات على قطاع التعليم. هلا فيهم عاد يا مني، ترى يستاهلون. الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشا
شعر الشاور.